بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. أقول لكم الأسعار النهاردة، أقول لكم أسعار النهاردة الروم وصل يا جماعة، الروم الأبيض وصل إن شاء الله بإذن الله. دي دفعة النهاردة جاية، ويوم الأحد الاثنين إن شاء الله هيبقى فيه موجود تالي بإذن الله يا رب ان شاء الله. طبعا الروم الاسمر يا جماعه اللي هو كان بيجي بقى كيلو وربع ومش عارف ايه، وشوف الروميه في السلطنة زي تحت هناك في السلطنة. ايوه الله. المهم الرومي وصل كل ما شاء الله ضيوف ما شاء الله. رومي ابيض طبعا، الرومي ده طبعا بالتربيه والاكل يا جماعه والعلفه صح، بيوصل ما شاء الله معاه 30 كيلو. يعني في ناس فعلا والله وصلته من بقاه 30 كيلو، الناس دي ما شاء الله الله اكبر يعني عليها، بس بيعلفوا صح. وفي ناس في الجماليه هنا وصلت 30 كيلو برضه، وناس في المطريه وصلت 30 كيلو. فهو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بس عايز فعلف صح يعني وشغله صح. طبعا ما فيش اسهال اي حاجه من دي ظبطوه. تربية الروم عايزة مكان حلو كويس، ما يكونش برد ما يكونش حار، نظبط له نظام يعني ان شاء الله تعالى. طبعا احنا كده كده الجو ده انسب وقت في التربية، الجو احنا جايين كده طبعا ما يبقاش في حر خالص نهائي الفترة اللي جاية، احنا خلاص دخلنا ما يبردش برضو تاني ان شاء الله، ما يبقاش في ايه برد يعني تاني ولا في اي حاجة، لان الاستحالة يعني الجو ده هيبقى اما يكبر يكبر هيبقى 100% ان شاء الله. الرومي وصل اهو، الروميه عامله 165 جنيه، الروميه عامله 165 جنيه للاسف رفع والله كله رفع. طبعا ده تقريبا موسمه يا جماعه، ده موسم رمضان يعني، ده تقريبا رمضان، ده رمضان، ده رومي رمضان يعني ان شاء الله. الجو النهارده طبعا الحراره النهارده رافعه، النهارده الحراره رافعه، فان شاء الله باذن الله بإذن الله بإذن الله الروم. طبعا الكمية دي تقريبا كلها محجوزة، تقريبا محجوزة تقريبا محجوزة. فالناس اللي ما هتاخدش النهاردة عشان يوم الأحد إن شاء الله تعالى، بس كان في ناس حاجزة معايا من زمان فأنا ما كنتش راضي أجيبها عشان الحر والله. في ناس حاجزة من كان من شهرين وأكتر، بس أنا كنت بخاف منه أجيبه عشان الحر. فهو إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الدفعة في الدفعة جاية الأسبوع الجاي إن شاء الله إن شاء الله. فاللي برضو اللي عايز يحجز يحجز الأسبوع الجاي إن شاء الله. الروم الأبيض حجزه الوحيد اللي عندي بالحجز، وحجز عربون ده الروم الأبيض الحجز بتاع عربون. طبعا يعني من بياكل علف تقريبا، ياكلوا علف الناعم ده شهرين تقريبا، ياكل علف ناعم معاك شهرين علف ناعم، وبعد كده بفضل الله بتاكله خشب، بس بياكل حاجات فبراء. طبعا في الناس بقى بتاكله وبتجيبوا له خضره وتجيبوا له فاكهه اللي هي فضلات السوق وحاجات من دي، يعني بينوعوا له حاجات كتير جدا عشان يجي معاك ويجيب وزن حلو ما شاء الله. والله العظيم الناس كانت ب 230 كيلو والله 30 كيلو. الروم الابيض ده اسمه روم ابيض، تهجين نعام فرنساوي ذكور، روم ابيض تهجين نعام فرنساوي ذكور. كان الاول بنجيبه نص كيلو، لا نص كيلو، كيلو وربع ايام جنيه جبس وكده، كنا بنجيبه كيلو وربع، وكان اللي بيجي كيلو كانت الناس ما بترضاش تاخده. فسبحان الله يعني الاسعار حاجه يعني ربنا يصبركم والله. لحظه كده ناسف معلش بس قطع ثاني. فزي ما قلت لكم يا جماعه، زي ما قلت لكم بالظبط ما شاء الله ما شاء الله شويه رومي والله 100%. ربنا يبارك لي يا رب كده الناس اللي هتاخد، ويجعلها ان شاء الله كده يعني ايه فتح كده عليهم كده، ويبارك لهم يا رب فيها.
وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم اللي عايز يحجز يحجز الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.